تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. الف مبروك لجمهور النادي الاهلي وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي. يعني معانا بعثه النادي الاهلي العايده حالا من المغرب. الف مبروك معالي الوزير، يعني بطوله غاليه، بطوله الرابعه، واعتقد على طول حضرتك بتروح شمال افريقيا تجيب البطوله دي. الحمد لله، مبروك ليكم ومبروك لجماهير النادي الاهلي العظيمه، مبروك للجهاز الفني واللاعبين. الحقيقه حاجه مشرفه جدا، اداء متميز، حاجه سعيد جدا بيهم، شخصيات مرموقه كلهم الحقيقه اجتهدوا جدا بشكل كبير، ويستحقوا ان انتوا اللي تحتفلوا بيهم النهارده مش تحتفلوا بقى بينا. فاستاذنكم ان انتوا تسجلوا معاهم. وطبعا بشكر طبعا طارق بيانديل وكابتن جوهر نبيل طبعا والكابتن رؤوف عبد القادر الحقيقه اللي كانوا في الاستقبال البعثه، وبشكر الكابتن محمود الخطيب على اتصالاته الدائمه الحقيقه بالبعثه، وكل اعضاء مجلس اداره بشكرهم جزيلا والف مبروك ليهم ولكل اعضاء النادي الاهلي الكرام وجماهير الاهلي العظيم. يعني كنتوا متابعيني زي يمكن كان كل جمهور مصر وجمهور النادي الاهلي بالتحديد كان مدعمكم من هنا من مصر، كان الناس كلها كانت امبارح امام يعني مواقع التواصل الاجتماعي بتتفرج على المباراه، يعني كنتوا متابعين ازاي اهتمام الجمهور هنا؟ الحمد لله، اكيد جمهور النادي الاهلي كبير وجمهور النادي الاهلي عظيم ويستحقوا الكثير الحقيقه، وهم واعدين بالبطوله الجايه، واعدين ان هم ان شاء الله باذن الله من يوم الاحد يبداوا يركزوا في الماتش الجاي ان شاء الله والبطوله السوبر الجاي ان شاء الله، وبالتوفيق ليهم باذن واحد احد ان شاء الله. كابتن اسلام، يعني بطوله غاليه جدا، واعتقد يعني بشكل خاص البطوله غاليه عليك، بطوله في ظروف صعبه بدايه موسم، لكن اعتقد كنت قد المسؤوليه وعملت بطوله كبيره جدا. الحمد لله رب العالمين، توفيق ربنا اول حاجه، وثانيا بشكر اللعيبه الرجاله دي ومجلس الاداره كله واقفين في ظهرنا من اول يوم، حسونا فعلا انهم يعني ان هم في ظهرنا من يعني من اصغر حاجه لاكبر حاجه طول البطوله، والحمد لله ان احنا قدرنا نسعد جماهير النادي الاهلي والوطن العربي كله، والحمد لله رب العالمين، ونهدي جماهير النادي الاهلي البطوله دي الحمد لله. كنتوا بتلعبوا بره مصر لكن الجمهور كله كان معاكم، كان امبارح كان كل جمهور النادي الاهلي متابعكم في كل وسائل التواصل الاجتماعي بيتفرج على المباراه معاكم ثانيه بثانيه، يعني استقبلتوا دعم الجمهور ازاي هناك؟ مش غريبه، جمهور النادي الاهلي على طول في ظهرنا، وعلى طول ان شاء الله نقدر نفرحه، وان شاء الله نوعده ان شاء الله يعني بطولات كتير داخله النادي الاهلي الفتره الجايه ان شاء الله. استقبلتوا ازاي تهنئه كابتن محمود الخطيب فور انتهى المباراه امبارح؟ طبعا حاجه تسعدنا جدا لعيبا، التهنئه من مجلس الاداره ومن كابتن محمود الخطيب دي حاجه كبيره جدا لينا، وعلى طول بتحسسنا ان احنا علينا مسؤوليه اكبر، وان شاء الله يعني الجايه يبقى خير ان شاء الله. فزتوا ببطوله كبيره بره مصر وكمان اداء اكثر من رائع، يعني تقولي عن البطوله واهم يعني الخطوات في مشوار البطوله. والله الحمد لله تتويج بالبطوله جيت في اول الموسم باش تخلينا نخدموا مرتاحين، وعندنا معناتها ان شاء الله يوم 10 مباراه السوبر مع الزمالك، الناس الكل معناتها باش نكونوا واضحين، كان معناتها اللعيبه والناس الكل تحس التخمام تاعها على ماتش الزمالك، عملنا تو معناتها اللي يلزم، فوزنا ببطوله افريقيا، وان شاء الله معناتها نهديو هذايا الجماهير الاهلي اللي كانت تشجع فينا طول الوقت وتراسل فينا في كل مباراة، والاداره والناس الكل على راسهم محمود خطيب. اوكي جمهور الاهلي مستني منكم السوبر ان شاء الله، يعني انت من عناصر الخبره اللي في الفريق والجمهور يعني بيعاول عليك انت وكابتن اسلام كابتن ابراهيم المصري، هتقول للجمهور توعدهم بيه ان شاء الله؟ ان شاء الله نوعدوهم باش نكونوا مركزين، يعني قلت لك احنا من بعد ما توجنا بالبطوله الافريقيه ما على طول لما دخلنا الاوتيل كان الكلام كله معناتها على مباراه الزمالك ولازم نفوز، ومعناتها صار في كلام بين اللاعيبه معناتها ازاي حنشتغلوا في شغل خاص وكل معناتها كلام معناتها متجهه لماتش الزمالك، ان شاء الله نكونوا مركزين معناتها المباراه ان شاء الله نعديه ونعملوا اداء كويس، وان شاء الله ربي يوفقنا ونتوج ان شاء الله. كابتن جوهر نبيل احد اساطير كره اليد بقى في مصر، اعتقد يعني النهارده انت اكثر الناس سعاده بفوز الفريق وتحقيق بطوله كبيره زي كده، يعني شفت البطوله ازاي وتابعتها ازاي؟ طبعا حاجه محترمه، حاجه مبسوطه، بطوله طبعا جميله جدا، كبيره، عظيمه، بطوله افريقيه بتضاف للنادي الاهلي وفريق كره اليد. انا بشكل شخصي طبعا مبسوط للفرقه، وشايف ان الفرقه نهت موسم جيد جدا السنه اللي فاتت بمكسب الكاس، ويمكن كان في زياره قبل ما يطلع على المغرب، كنت حاسس ان الروح دي روح المكسب. يمكن مش عايز اخد وقت اطول على الكاميرا لان معايا كابتن رؤوف عبد القادر وكمان الزميل طارق انديل واللعيبه ابطال افريقيا ياخدوا الوقت الاطول في الاحتفاليه دي، بشكره جدا. استاذ طارق انديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي، يعني الف مبروك، دايما يا اما مشارك في البطولات بتبقى مسافر مع الفريق ومدعمه، النهارده كنت حريص انك تستقبل الفريق، ودايما مجلس اداره النادي الاهلي ورا كل فرقه رياضيه. الحمد لله تكليل لكل الجهد اللي حصل الفتره اللي فاتت، الف مبروك ابطال، وحاجه الحمد لله تحملوا كتير قوي، سفريه شاقه، عناصر كلها حاجه تشرف مصر وتشرف النادي الاهلي، الف مبروك، وان شاء الله القادم افضل ليهم ان شاء الله. نعمل بقى ان شاء الله في اللي جاي وعندنا بطوله سوبر على طول ان شاء الله، موجود من مجلس الاداره على راسه كابتن محمود الخطيب، وكل الكلام ده موجود والتدعيم شغال،
وان شاء الله ربنا يوفقنا في السوبر وفي كل البطولات الجايه. كابتن وفاء عبد القادر مدير النشاط الرياضي بالنادي الاهلي، الف مبروك بطوله جديده للنشاط الرياضي بالنادي، يعني شفت البطوله ازاي وتابعتها ازاي؟ الف مبروك، طبعا تابعناها مباراه مباراه. بقول للفريق كله والجهاز الفني والطبي والاداري الف مبروك، الف مبروك لمجلس الاداره، وبسيب الميكروفون للابطال الحقيقيين عشان نحتفي بيهم ونحتفل. وصلهم تعالى اسلام كابتن الفريق عشان نشوف اسلام جديد. قول مبروك النادي الاهلي، قول قول الف مبروك ودايما يا رب. يعني كابتن محسن، يعني الف سلامه عليك في البدايه، الف مبروك والف سلامه عليك. يعني اصابه يعني قلقتنا عليك، لكن بسم الله ما شاء الله كنتوا رجاله ودايما على قدر وعند مسؤول، يعني عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي. طبعا دي عادة النادي الاهلي طبعا البطولات، يعني واحنا الحمد لله فرقه كلها شباب وفرقه كلها رجاله طبعا، وكل دعم مجلس اداره وكل الناس دايما في ظهرنا، فالحمد لله يعني في مزيد باذن الله من البطولات السنه دي باذن الله. طمنا بقى على الاصابه وان شاء الله يعني هتغيب قد ايه، ويعني كنا نتمنى انك تكون موجود على طول في اقرب فرصه وتكون موجود في مباراه السوبر. طبعا ده اكتر حاجه طبعا مضايقاني اللي انا مش موجود في ماتش السوبر يعني، بس لسه ان شاء الله هعمل اشاعه ثانيه عشان الحظ موقفي بقى انا هغيب فيها قد ايه يعني. جمهور النادي الاهلي انت مش هتكون موجود، بس اكيد طبعا بتتكلموا قلت لكم في الفرقه مع بعض. لا نوعدهم باذن الله السوبر ويستنونا في كاس عالم انديه باذن الله. الف مبروك وبطوله غاليه، وكنتوا يعني نجوم كلكم، الفريق كل القائمه اللي كانت موجوده اللاعبين كلهم كانوا نجوم، يعني تقول ايه للجمهور النهارده واهم محطات البطوله؟ لا بشكر الجمهور على مساندته الفتره اللي فاتت دي كلها، الحمد لله البطوله دي كانت مهمه، كانت في بدايه موسم كنا محتاجينها عشان تبقى دافع كبير لينا، الحمد لله اللعيبه كلها ادت اللي عليها والحمد لله ربنا كان مجهودنا بالبطوله الحمد لله. بطوله السوبر على طول مفيش وقت، وانتوا في بدايه موسم كنتوا ابطال وعملتوا بطوله كبيره، شايفين مباراه السوبر ازاي بتساعدوا لها ازاي من دلوقتي؟ اكيد مباراه صعبه، مباراه بتوصل لكاس العالم للانديه، مباراه كلها محتاجينها، لعيبه كتير هتبقى اول مره تروح كاس العالم للانديه، فالمباراه ليها اهميتها، مباراه اهلي زمالك في نفس الوقت، فان شاء الله خلاص الاحتفال هيخلص النهارده ان شاء الله، وبكره نبدا نستعد لمباراه السوبر وليها حسابات خاصه، وان شاء الله خير نكسبها يعني ان شاء الله. عمر كاستيلو نجم من نجوم الفريق، يعني الف سلام عليك في البدايه الاصابه، لكن عملت بطوله كبيره وكلكم كنتوا نجوم. احسن اول حاجه الله يبارك فيك والله يسلمك، والحمد لله كانت بطوله كانت غاليه لينا في اول موسم، كان لازم نبدا موسم ببطوله ربنا كرمنا بيها بعد مجهود وتمرين واعداد لمده شهرين شهرين ونص، فالحمد لله ان ربنا كرمنا بالبطوله دي في اول موسم. يعني بطوله السوبر يمكن مش عارف لسه هتلحق ولا لا، طمنا عليك وشايف بطوله السوبر ازاي؟ والله يعني ماتش السوبر لسه هنحدد، لسه هرجع هعمل سونار ورنين، لسه الدكتور هيحدد سواء هلحق او مش هلحق، بس ان شاء الله يعني ان شاء الله هلحق، هنعمل اقصى جهد عشان الحق الماتش وربنا يكرم ان شاء الله والحق يعني باذن الله، وترجع بسرعه وتكون مشارك مع زمالك في كل البطولات الجايه. الله يسلمك، وان شاء الله نلحق ماتش السوبر وربنا يكرمنا ونفرح جمهور ماتش السوبر ان شاء الله. اعتقد مشوار كان صعب، الحمد لله العلامه الكامله وكل المباريات خلصت بالفوز. طبعا الحمد لله قدرنا ناخد البطوله، طبعا بطوله في اول الموسم بتبقى اصعب شويه، ان انت بتبقى لسه ما جبتش فورمتك البدنيه والفنيه بنسبه 100%، ان شاء الله ربنا يكرمنا في ماتش السوبر. اتكلموا مع بعض بتقولوا بعض ايه، بتحفزوا بعض ازاي؟ طبعا كنا بنحفز بعض مع الوزير العمري كان بيحفزنا، وطبعا كابتن محمود الخطيب من بعد ماتش الكاس، من قبل ماتش الكاس انا اسف، طبعا كان في تحفيز ان احنا لازم ناخد البطوله ان شاء الله عشان خاطر نبقى مجهزين فنيا لكاس للسوبر الافريقي. بطوله ويعني عايشين معاكم في الاجواء هناك، كانت الخطوات بتمشوا ازاي؟ بتفكروا في ايه؟ بتتكلموا مع بعض في ايه؟ يعني هي البطوله ما بداتش من هناك، احنا كنا بادئين التحضير من بدري، يعني من واحنا هنا في القاهره قبلها بثلاث اربع شهور بادئين التحضير، فكنا حاطين نفسنا في جو البطوله من بدري من قبل البطوله، والحمد لله لما وصلنا هناك فضلنا مركزين من اول يوم لاخر يوم ان احنا نبقى في نفس تركيزنا عشان نقدر نحقق البطوله، والحمد لله قدرنا الحمد لله. الف مبروك وان شاء الله نحتفل مع بعض بالصور. يعني واحد بقى من يعني كل الفريق كان نجوم وكل اللاعبين كانوا ابطال، لكن 33 تصدي في مباراه واحده ومباراه نهائيه اعتقد رقم اعجازي، الف مبروك ودايما عند حسن ظن جمهور النادي الاهلي وبطل من ابطال النادي الاهلي دايما. الاول الله يبارك في حضرتك، الف مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي والمجلس اداره النادي الاهلي، بطوله مهمه جدا لينا كلاعيبه وكجهاز، السنه اللي فاتت فنشنا الموسم ببطوله قويه ضد المنافس التقليدي بتاعك، السنه دي بتبدا ببطوله قويه وبتكسبها الحمد لله، ان شاء الله تبقى بدايه لينا الموسم قوي نقدر ان احنا نعمل فيه الطموحات اللي الجمهور حاططها علينا ان شاء الله. محمد عصام الطيار دايما مصدر امان لجمهور النادي الاهلي، ووجودك بيطمن جمهور النادي الاهلي مع كل عناصر الخبره واللعيبه الكبار، يعني تقولوا ايه ان شاء الله وكاس السوبر توعدوا الجمهور بيه؟
اوعد الجمهور ان احنا هناخد خطواتنا لكاس السوبر كويس ان شاء الله، واول خطوه فيها ان احنا نبسط باللي احنا عملناه. احنا عملنا انجاز جديد، كسبنا بطوله افريقيا في بدايه موسم. اول حاجه ان احنا ان انت تبسط وان احنا نقدر ناخد اجازتنا كويس ونبسط فيها. ان شاء الله من يوم الاحد هنبدا التمرين، هنبدا التركيز في ماتش السوبر بكل خطواته وبكل فنياته. اوعد الجمهور ان مفيش لعيب هيأثر، كل لعيبة تبذل أقصى جهد عندها إن هي تقدر إن شاء الله إن هي تحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله في ماتش السوبر الجاي بإذن الله، وبإذن الله نحتفل مع بعض بكأس السوبر. إن شاء الله. شكرا جدا لحضرتك. أحد نجوم الفريق محمود نعمان، يعني ألف مبروك، بطولة كبيرة، يعني كأس بعد كده كأس الكؤوس الأفريقية، وإن شاء الله مستنيين منكم السوبر. يعني كلمني بقى على البطولة وعلى الأجواء هناك في المعسكر وفي المغرب. الله يبارك في حضرتك. بداية إن شاء الله جيل جديد قوي للنادي الأهلي، الناس كلها ما بتاخرش جهد، تعبانين من شهر 6 تمرين، الناس كلها ما فيش حد مؤثر، ولا مجلس اداره ولا جمهور ولا مدربين ولا لعيبه ولا اي حاجه. ان شاء الله بنوعد الناس ان احنا الموسم ده يبقى موسم استثناء ان شاء الله باذن الله. انا اعتقد البطوله وتوقيتها كان صعب، لكن انتوا كنتوا قد المسؤوليه، بطوله في بدايه موسم ما فيش يعني في اول فتره الاعداد، لكن اعتقد ده كان اهم اعداد ان احنا ان شاء الله نشوف موسم قوي جدا السنه. طبعا بطوله قاريه في اول السيزون ده شيء ما بيحصلش كتير، يعني صعب جدا ان يكون البطوله قويه في اول سيزون، بس احنا قدرنا ان احنا نخش في الاجواء بسرعه، والجهاز معانا وكل البعثه بصراحه الناس كلها تعبت جدا عشان ناخد البطوله دي. معانا بقى رئيس جهاز كره اليد بالنادي الاهلي كابتن ياسر الرمل، يعني الف مبروك، بطوله عزيزه وبطوله كبيره في بدايه موسم، في بدايه فتره اعداد، الظروف كلها كانت صعبه، لكن دايما عودتونا في النادي الاهلي مفيش مستحيل، وبطوله كبيره بتخش بطولات النادي الاهلي. الحمد لله ان احنا رجعنا بالكاس زي ما وعدنا، زي ما بقول لحضرتك بطوله صعبه زي ما حضرتك قلت كده في اول السيزون، انما احنا بقى لنا شهرين الولاد والجهاز وشغالين ان احنا ان شاء الله البطوله دي نرجع بيها. البطوله كانت غايبه بقى لها 3 سنين، فالحمد لله بدايه موسم قوي، يا دوبك ما عندناش وقت نفرح، خلاص احنا النهارده اخر حاجه لينا. ان شاء الله يوم الاحد بنبتدي تدريباتنا تاني، عندنا بطوله تانيه قويه جدا كمان 10 ايام، ربنا يسهل ان شاء الله ونقدر نرجع ونجيب بطوله تانيه للنادي الاهلي باذن الله. كابتن، يعني كان من وانتوا في المغرب بتتكلموا في بطوله السوبر وفي تدعيمات، يعني طمنا على الاستعداد لبطوله السوبر. والله يعني احنا يعني اشتغلنا خطوه بخطوه، بطوله ببطوله، ماتش بماتش، وان شاء الله احنا خلاص قفلنا بطوله افريقيا، دلوقتي بنستعد لبطوله الكاس اللي يعني يمكن ظروف البطوله عندنا اصابتين، بس ان شاء الله الولاد الموجودين قادرين، وان شاء الله بنوعد جماهير النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ان احنا هنبذل اقصى جهد لينا عشان باذن الله نرجع بطوله ثانيه غايبه على النادي الاهلي. يمكن الدور الفني ما يقلش عنه ابدا، تحليل الاداء، ويمكن اداء اكثر من رائع كابتن قط، يعني خلال البطوله وتحليل اداء كل الفرق اللي قابلتها، يعني كلمني بقى عن دورك واهميته للفريق. منظومة تحليل الأداء الحقيقة مهمة جدا جدا، بنعتمد عليها في كل المباريات، سواء كانت مباريات عادية للفرق ذات المستوى المنخفض أو الفرق المستوى العالي، لازم نكون عارفين داخلين المباراة وعارفين إن الفريق اللي قدامنا بيلعب إزاي، طريقة لعبه إزاي، الثغرات الدفاعية بتاعته في الأماكن النهين. بنشتغل أثناء المباراة على التحليل الإحصائي، بنقدر نشتغل في الشوط الأول على إحصائيات الفريق، بيشوط من مختلف الأماكن منين ومنين ومن مختلف الزوايا، وده بيساعدنا في الشوط الثاني، والحمد لله إن ربنا كرمنا في البطولة الحمد لله. يمكن فرحة أكثر من رائعة هنا في مطار القاهرة، استقبال أكثر من رائعة جماهير النادي الأهلي، يا رب دايما النادي الأهلي في بطولات وانتصارات، وإن شاء الله أبطال كرة اليد بالنادي الأهلي يشرفونا ببطولة السوبر خلال أيام إن شاء الله.